السلام عليكم. اليوم المحاضرة رقم 11 من أدوية 3. هلأ اللي رح نحكيه اليوم مش موجود عنا بالكتاب، هو زيادة. أول المحاضرة مراجعة، اللي هم هذا الورق اللي أنا مجهز لكم إياه، اللي قلنا بيساعدك على إنك تحفظ الأدوية. اطبع الورقة أو اعملها باك جراوند للخلوي تبعك على أساس إنه إيش تراجعها كل يوم. لازم تشيك عليهم كل يوم وإنت رايح وجاي تطلع عليهم، على أساس يصير اسم الدواء مألوف وتحفظه. وإذا بتحط الأسماء التجارية جنبهم بيكون كتر الله خيرك، بيكون تحفظهم بشكل أسهل. هلأ الجزء الثاني من المحاضرة رح نحكي عن كلينيكال كيسز. شو يعني؟ هلأ إنتوا في نظام الدراسة الجديد تبعكم على الخطة الجديدة صاروا يحطوا الفارماكولوجي نظري وعملي، تمام؟ إيش العملي تبع الفارماكولوجي؟ يعني أنا أخذكم على الصيدلية؟ لا، الفارماكولوجي العملي تبع الفارماكولوجي إنه إحنا نعرف كيس ستاديز، نعرف حالات مرضية. يعني قصة واحد مرض فات المستشفى، أعطوا الدواء الفلاني زبط معه أو ما زبطش معه، ماشي الحال. إحنا نربط المرض مع الدواء، مش بس نحفظ أدوية هيك صفحكي، لا، لازم نربط الكلينيكال بيكتشر، الحالة المرضية للمريض مع الأدوية اللي بياخدها. أوكي، أخذنا زيهم لما بتهيألي لما أعطيتكم بأدوية واحد، أخذنا نفس هذا النظام، وهلأ رح ناخد نفس هذا النظام. كل ما منخلص جزء أو وحدة، تمام، بعطيكم كلينيكال ستاديز ندرسها مع بعض وبتاخدوا على نمطها في الامتحانات. طبعا بالامتحانات بتاخدوها بشكل مبسط، احنا لما بناخدها بالمحاضرة نشرحها بالتفصيل. طيب نيجي لأول صفحة، هنا عم بيحكي لنا مراجعة. بتهيأ لي احنا اخدنا الجزء تبع الفوليت انتاجونست، نعيدهم على السريع. المضادات الحيوية الكيموثيرابي، اول مجموعة اللي هي عشمال الفوليت انتاجونست، تمام. في عنا أول مجموعة inhibitors of folate synthesis، في عنا الميفنيدين، سيلفر سلفاديازين، ساكسينيل سلفاثيازين، سلفا أسيتاميد، سلفا ديازين، سلفا ميثوكسازول، وهذا ركزنا عليه كتير كتير كتير، وسلفا سلازين حكينا عنه، وسلفا إيسوكسازول. بعدين فينا مجموعة تانية inhibitors of folate reduction مثل البايريميثامين والترايميثوبريم، احنا ركزنا على الترايميثوبريم. بعدين المجموعة الأخيرة inhibitors of folate synthesis and reduction اللي هو الكوترايموكسازول، اللي هو عبارة عن ترايميثوبريم زائد سلفا ميثوكسازول. هلأ نيجي للمجموعة اللي جنبها inhibitors of cell wall synthesis، وقلنا هدولي اللي بيشتغلوا على cell wall هدولي شو مالهم رح يكونوا bactericidal. بنقسموا إلى مجموعتين، بيتا لاكتام antibiotics ومجموعة تانية other antibiotics. خلينا على البيتا لاكتام antibiotics. في عنا من الشمال penicillins، بعدين سيفالوسبورينز ومقسمين لأربع مجموعات، بعدين في عنا كاربيبينامز، وفي عنا المونوباكتامز. طيب خلينا على البنسلينز، في عنا بنسلين جي، بنسلين في، ميثيسلين، نافسلين، أوكسسلين، كلوكسسلين، دايكلوكسسلين، أمبسلين، أموكسسلين، كاربنسلين، تيكارسلين، بيبراسلين، وميزوسلين، وأزيسلين. طيب نيجي للسيفالوسبورينات بالجنريشنز الأربعة تبعينها. في عنا الفيرست جنريشن سيفازولين، سيفادروكسيل، سيفاليكسين، سيفالوثين، وسيفابيرين، وسيفرادين. نيجي للسكند جنريشن سيفاكلور، سيفاماندول، سيفونسايد، سيفميتازول، سيفوتيتان، وسيفوكزيتين، وسيفيوركزيم. الثيرد جنريشن في عنا سيفيدينير، سيفيكزيم، سيفوبيرازون، سيفوتاكزيم، سيفتازيديم، سيفتيبيوتين، سيفتازوكزيم، وسيفترياكزون، وموكزالاكتام. الفورث جنريشن عنا السيفيبيم. خلصنا من السيفالوسبورينات، نيجي للمجموعة اللي جنب السيفالوسبورينات اللي هي كاربيبينيمز، اللي هو في عنا إيميبينيم وسيلاستين. المجموعة اللي جنبها اللي هي المونوباكتام مثل
الأستريونام، هدول كلياتهم شو مالهم؟ بيتا لاكتام أنتي بايوتكس. إحنا بدراستنا ركزنا على البنسلينز والسيفالوسبورينز. في حدا غير البيتا لاكتام أنتي بايوتك بيشتغل على السلول؟ نطلع لفوق فوق، في عنا أذر أنتي بايوتكس، نشوف المربع اللي مكتوب عليه أذر أنتي بايوتكس. في عنا الفانكومايسين، بسترسين، وتيكوبلانين، وسايكلوسيرين اللي إحنا أخذناهم في مجموعة اللي هي الميسيلينيوس، تمام؟ وآخر شيء على اليمين جاي عنا مجموعة اسمهم بيتا لاكتاميز إنهيبيترز. في عنا الكلافيولينيك أسيد، وفي السلباكتام والتازوباكتام، تمام؟ زي ما اتفقنا أنتوا بدراستكم بيعطوكم أشهر الأدوية، تمام؟ هذا تلخيص لأشهر الأدوية اللي متداولة عنا في الأدوية أو بالسوق، أوكي؟ إذا أنتوا بتحطوا الاسم التجاري جنب كل دواء بيكون كتير أحسن إلكم علشان تدرسوا. نيجي نشوف إكمالتهم. في عنا المجموعة اللي على الشمال بروتين سينثيسيز إنهيبيترز، في عنا هدول بكتيروستاتيك ولا سايدل، حيكونوا اتفقنا حيكونوا بكتيروستاتيك. في عنا أول مجموعة تتراسايكلينز بتضم ديموسايكلين، دوكسيسايكلين، ماينوسايكلين، وتتراسايكلين. المجموعة الثانية أمينو جلايكوسايدز بتضم أميكاسين، جنتامايسين، نيومايسين، نتليميسين، ستريبتومايسين، وتوبرامايسين. المجموعة اللي بعديها الماكرولايدز بتضم أزيثروميسين، كلاريثروميسين، إريثروميسين. اللي بعدي كلورامفينيكول، اللي بعدي كليندامايسين، أوكي؟ المجموعة اللي جنبهم جاي في النص كوينولونز، وزي ما اتفقنا هدول لما درسناهم عملناهم زي الهرم، تمام؟ في إلهم أكتر من جينيريشن، فيرست جينيريشن والسكند، والسكند هو اللي كتير مشهور طبيا. كوينولونز اند يورينري تراكت انتيسيبتكس. هلا اليورينري تراكت انتيسيبتكس او الادويه اللي تستخدم لعلاج اليو تي اي حندرسهم لحالهم في الوحده اللي جاي. في عنا لا فلوروكوينولونز بتضم سيبروفلوكسسين، اينوفلوكسسين، ليموفلوكسسين، نورفلوكسسين، اوفلوكسسين، وتروفافلوكسسين. الكوينولونز اللي هو الناليديكسيك أسيد، هذا اللي كان يعني باعتبار الجيل الأولاني الناليديكسيك أسيد، والفلوروكوينولونز كانوا هم الجيل الثاني. ويورينري تراكت أنتيسيبتكس هذولي حناخدهم بدراستنا للوحدة الثانية. في عنا الميثينامين ونايتروفيورانتوين. في عنا أنتي مايكروبيال إيجنت، تمام؟ حناخدهم برضو لقدام، اللي هم أنتي مايكوبكتيريال إيجنت اللي هم بيشتغلوا للسل. drugs used to treat tuberculosis، أمينو ساليسيليك أسيد، هدول اللي إحنا ما أخذناهم، سايكلوسيرين، إثامبيوتول، إثيوناميد، أيزونايازايد، بيريزيناميد، وريفامبين. drugs used to treat leprosy، leprosy اللي هو الجذام برضو لسه ما أخذناه. في عنا كلوفازيمين و دابسون. نيجي نشوف الكيسز، تمام؟ زي ما اتفقنا هذه زي قصة عن واحد مصاب بمرض فلاني أو هو بيشتكي من أعراض فلانية، شو بتتوقع هو مصاب المرض اللي عنده وبإيش بدنا نعالجه. وكونا إحنا ما بناخدها في امتحان فبدنا نشرحها بشوية تفاصيل عشان أنت تفهم المرض. ونقينا أهم مرضين ممكن الواحد يتعرض لهم بالصيدليات، يعني ما حكيت لك ما شرحت لك على المينينجايتس لأنه أنت ما رح تتعامل مع واحد معه مينينجايتس أو نادرا، أوكي؟ رح نتعامل أغلبها كلياتها إيش؟ فلونزا، ماشي؟ كتيرها 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 إذا نازل الالتهاب فايت على الرئة بدك تنصحه أو بدك تعرف إمتى لازم يروح على المستشفى عشان عنده التهاب رئوي، أوكي؟ فنبلش بالحالة الأبسط اللي هي إنه حدا بيشتكي من أعراض فلونزا. نشوف كيف. كيس 1، A mother and her 6-year-old son present to post-dated prescription for penicillin V syrup 250 ميليغرام كيو دي 10 أيام and ask to speak to the pharmacist. ست معاها ابنها عمره 6 سنين ماشي الحال، ومعاها وصفة فيها penicillin V، تمام؟ وجاي بدها نصيحة الصيدلي. The child is irritable،
تمام. complains of pain when swallowing and appears flushed يعني عليه حرارة. the mother is anxious to start antibiotic treatment straight away بدها تبلش المضاد الحيوي على طول so that her son can get back to school and she can get back to work but the prescription is not valid for 3 more days تمام. يعني الوصفة اللي معها بدها تصرفها وإحنا بدنا ننصحها تاخدها ولا ما تصرف الدواء وليش. هلأ بدنا بيسألنا عدة أسئلة عشان يشرح لنا الموضوع. Questions: What are the causes of sore throat and how are they differentiated? شو هم أسباب sore throat اللي هو التهاب الحلق؟ أوكي؟ طيب نشوف عنا شو مجاوبيننا. طبعا أنا ما أطلب منك بالامتحان تجاوب زي هيك، أنا بشرح لك تمام؟ بالامتحان منجيب multiple choice. أوكي؟ Sore throat is most often caused by viral infection. تمام. معظم الأوقات التهاب الحلق بيكون سببه فيروسي. often associated with cough and cold symptoms or flu-like illness ماشي شبه الإنفلونزا. bacterial throat infection are commonly caused by streptococcus. يبقى هو السور throat الأغلب سببه فيروسي وممكن يكون بكتيريا. إذا كان بكتيريا فأنو نوع من البكتيريا اللي هي الستريبتوكوكس. usually streptococcus pathogens also known as group A beta hemolytic streptococcus. نعرف إنه الستريبتوكوكس في عنا ألفا وبيتا وجاما أوكي اللي بتسبب التهاب الحلق اللي هي group A. clinical examination is not reliable for differentiating between bacterial and viral throat infection. تمام. بس هلا كتير طلاب بيسألونا أنا كيف أفرق بين الفيروس وبين البكتيريا. عادة الالتهاب الفيروسي الكومبليكيشنز تبعت المرض أو السيمتومز بتكون سريعة، يعني بينام الولد ما ماله إشي، بصبح اليوم الثاني بيغلي غلي وحالته حالة وبيقح ودنيا مكركبة عنده، بناخده على الطوارئ. أوكي؟ هذا الفيروس. لكن البكتيريا يعني أول يوم بيكون مثلا مش جاي عباله يأكل، تاني يوم بيطلعش يلعب، تالت يوم لا تظهر عليه الحرارة. تمام. البكتيريا الانفكشن أبطأ. تمام. إذا الفيرال انفكشن السيمتومز سريعة، البكتيريا الانفكشن بشكل عام السيمتومز أبطأ. أوكي. وهم بيميزوهم بالصداع. الفيرال انفكشن عادة بيكون معه صداع شديد جدا. طيب clinical examination زي ما قلنا is not reliable for differentiating between bacterial and viral throat infection، يعني لو اجى الدكتور وفحصه ما حيبين معه هل هو فيروس ولا بكتيريا. except in the case of scarlet fever rash اللي هي قلنا الحمى القرمزية، يعني اذا الستريبتوكوكس كانت من نوع اللي بيعمل سكارلت فيفر فبيعمل طفح جلدي ولونه زي البنفسجي او زي الفراوله. اوكي. ريد ايربشن with sandpaper texture زي جسمه بيكون مبرغل من كتر الحب، which usually begins on the chest ببلش على منطقه الصدر and spread to the abdomen and extremities. flushed face with pale area around the mouth. تمام. لما بيظهر طفح جلدي مع أعراض فلونزا فهون منخاف من السكارلت فيفر، والسكارلت فيفر قد تكون قاتلة. and a strawberry tongue لسانه من كتر ما هو مبرغل شكله زي حبة الفراولة، which is usually indicative of streptococcus although group A streptococcus can be isolated from throat swab for up to 30% patient with sore throat. يعني هلا قلنا معظم السور ثروت بيكون فايرال بس ممكن يكون بكتيريا، واذا كان بكتيريا 30% من الناس اللي عندهم بكتيريا الانفكشن بيكون ايش streptococcus group A. asymptomatic carriage of the organism in the population is estimated between 6% and 40%. في ناس بيكونوا حاملين للميكروب بس ما بتظهر عليهم الأعراض. throat swab cannot differentiate between indication and carriage. تمام. ما بقدر أخذ عينة من كل واحد أعرف هو مصاب ولا كارير للميكروب. تمام. إذا نرجع للسؤال كمان مرة: What are the causes of throat
of sore throat and how are they differentiated. زي ما قلنا في عنا viral infection وفي عنا bacterial infection. إذا كانت bacteria بتكون streptococcus A type A, وإذا نخاف من مشكلة scarlet fever. طيب نيجي للسؤال الثاني, who is at risk of sore throat and how common is it? مين أكتر ناس عرضة للإصابة بالسور ثروت؟ شوف الجواب, children ما بين عمر 5 إلى 10 سنين and young adults ما بين 15 إلى 25 are most frequently affected by acute throat infection. تمام؟ يعني لحد 25 بيكونوا الناس عرضة أكتر للسور ثروت. طيب how serious is acute throat infection, يعني التهاب الحلق هذا قديش بيكون serious أو خطير. نشوف شو بده يجاوبنا. sore throat is a self-limiting conditions, ماشي, هو بوقف لحاله بيخلص لحاله, and symptoms will resolve within 3 days in 40% of patients. خلال 3 أيام تقريبا نص المرضى بتحسنوا, والباقي يعني معظم الناس بدهم أسبوع لحتى يتحسنوا, and within 1 week in 85% of patients. Regardless of whether the infection is caused by streptococcus ولا virus, patient with group A strep A throat infection are at risk of complication. 5% من هدول الناس اللي عندهم جروب A streptococcus group A هدول ممكن يصير عندهم complication. ايش هي complication تبعت السور ثروت؟ ممكن يصير عندهم otitis media. تمام, زي ما اتفقنا هدول نسبة كتيرة من الناس, لا معظم الناس بيطيبوا لحالهم خلال اسبوع زمن, تمام, دواء او بدون دواء, اوكي. لكن في اقل من 5% من الناس المصابين بالتهاب الحلق ممكن يتطور الموضوع عندهم لأوتيتس ميديا, التهاب اذن الوسطى, سينوسايتس, التهاب جيوب, بيري تونسيلر ابسيسز, ماشي الحال, بصير حوالين اللوز بصير في عندنا تقيح, سيرفايكال ادينايتس, تمام, وهي عباره عن ليمف نود انفلاميشن, اند ممكن يصير عندنا سكارلت فيفر وهي الاخطر. ان رير كيسز, في حالات نادره كتير, بيشنت مي ديفلوب ستريبتوكوكال توكسيك شوك سيندروم. تمام, طبعا هاي حاله نادره كتير انه بيصير في عنه صدمه, إشي زي الصدمة التحسسية لكن نتيجة وجود الميكروب. In developing countries other complication of a group A streptococcus infection such as ممكن يصير معهم rheumatic fever اللي هي الحمى الروماتيزم, and glomerulonephritis بتضرب عنا الكنى, remain problematic, يعني إذا ما تعالج في بعض الحالات القليلة ممكن يتطور الميكروب لأوتوأميون ديزيز, يا بيضرب المفاصل عنا يا بيضرب الكلى, أوكي. طبعا هذه الحالات نادرة كتير, لذلك المفروض الواحد يروح على الدكتور, ما تحسن خلال زي ما قلنا, هو في ناس بتحسنوا خلال 3 أيام وأغلب الناس خلال أسبوع سواء بدواء أو من غير دواء. ما تحسن خلال أسبوع من السور ثروت, لازم يشوف شو القصة وما يترك الموضوع لأنه بلاش يتطور عنده لأوتو أميون ديزيز اللي هي الأمراض المناعية. طيب السؤال اللي بعديه بيقول are antibiotic effective for treatment of sore throat and how long should you treat. زي ما اتفقنا قلنا في معظمهم viral, في viral infection أو في bacterial infection, إذا كانت بكتيريا بتكون streptococcus. طيب هلأ إذا كانت virus بينفع الانتيبيوتيك؟ ما حينفع الانتيبيوتيك. طيب وإذا كانت بكتيريا حيزبط الانتيبيوتيك, نشوف كيف. Antibiotics were found to be more effective in patients with sore throat swab positive for streptococcus. يعني ناخد منه عينة من الحلق بنزرعها, إذا كانت بكتيريا بنعطيه مضاد حيوي. تمام, إحنا ما بنشتغل هالشغل, إذا كان فيروس ولا بكتيريا إحنا بنعطيه مضاد حيوي. طب غلط شغلنا ولا صح؟ كمان شوي بنشوف. Antibiotic also reduce the risk of developing complications. ماشي الحال, يعني حتى لو كان فيروس وإنت أعطيت antibiotic, مش لأنه إنت والله بدك تبيع أو إنت ما بتفهم, لا, إنت بدك تقلل بسموه concomitant infection, يعني بفوت الفيروس المناعة تبعت الجسم بتلتهي بالفيروس, بفوت معاه بكتيريا concomitant يعني مع بعض,
تمام؟ فهذا بنسميه complication للفيرال انفكشن. يعني الفيرال انفكشن لحاله سيلف ليميتنج، بيوقف لحاله، تمام؟ فانت لما بتعطي مضاد حيوي لفيرال انفكشن، انت بتمنع البكتيريال انفكشن وبتمنع الكومبليكيشنز تبعت البكتيريال انفكشن. يعني باختصار انت بتحمي المريض من مشاكل اضافيه. اوكي، اذا كمان مره، antibiotic also reduce the risk of developing complications، بنمنع المشاكل او التعقيدات انها تصير. But because of absolute risk of complication is low, considerable number of patient need to be treated with antibiotic to prevent complication. تمام، اذا احنا بنحتاج للمضاد الحيوي عشان نمنع الكومبليكيشن. A 10 day treatment course is recommended for reliable eradication of group A streptococcus. تمام، فإذا إحنا عارفين إن هي ستريبتوكوكس بنعالج لعشر أيام، ومعظم المضادات الحيوية عادة هي بتكون بتكفي أسبوع، كتير عشر أيام، يعني هو الباكيت بيكون بكفي لعشر أيام. السؤال اللي بعدي، when are antibiotics indicated for treatment of sore throat؟ إمتى بيكون لازم أعطي antibiotic؟ نشوف الجواب. Three of the following four criteria are required in all unwell patients. تمام، لما بتشوف أي ثلاثة من هدولي الأربعة إجباري لازم تعطي antibiotic، مش تحزين. Fever، تمام، tonsillar exudate إذا في عنده تقيح في اللوز، abscess of the tongue إذا في عنده برضو تقيح عند اللسان، or tender cervical lymph node إذا صاروا عندنا الغدد الليمفاوية صار فيهم تضخم، برضو بدنا نعطي antibiotic. تمام، أي ثلاثة من هدول الأربعة إجباري لازم أعطي antibiotic. Recommended antibiotic for the following situation: features of marked systemic upset secondary to acute sore throat. تمام، بصير عندنا مشكلة مضاعفات السور ثروت، unilateral peritonsillitis. تمام، بصير عنده التهاب وتقيح في اللوز، a history of rheumatic fever إذا عنده rheumatic fever داء المفاصل، or an increased risk of acute infection إذا هو مثلا بياخد دواء بيخفض المناعة فعنده risk أكتر للإنفكشن. هدولي كلياتهم بالإضافة للأربعة اللي ذكرناهم، هدولي إجباري لازم إيش نعطي مضاد حيوي. نشوف الأسئلة اللي بعديها، what group of drugs does how do they work؟ طبعا إحنا بأسئلتنا بالامتحانات بيركزوا لنا على الأدوية، لأنه مجموعة بينتوي بنسلم V or فينوكسيميثال بنسلم is beta lactam antibiotic. البيتا لاكتام antibiotic disrupt formation of the cross links of bactericidal activity، بيشتغل على الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف. اوكي، اذا بشرح لك الميكانيزم اوف اكشن تبعته، وهذا نحن اخذنا. What are the side effects of penicillin V؟ برضو نحن اخذناهم. Hypersensitivity، ماشي الحال، most of the patient والالرجي والى اخره. تمام، واخر شيء النوزيا والفوميتنج والابدومينال بين والهيديك والفاجينايتس، هذول كلياتهم كومبليكيشن من سايد افكتس للبنسلين ومتوقعين. What are the alternatives to penicillin V for treatment of sore throat؟ اوكي، هذا هو الشيء اللي بدنا نركز عليه شويه لانه جديد علينا، نشوف شو بده يجاوبنا. Ampicillin, amoxicillin are not recommended for blind treatment of sore throat. ليش؟ ما بينفع لا ampicillin ولا amoxicillin، ما قلنا مناح هدولي. هدولي ما بينفعوا للblind treatment، يعني انت مش عارف شو نوع الميكروأورغانيزم، ما بيصير على العميان تعطيهم. Because of their possibility to cause maculopapular rash in patient with glandular fever. طيب، development of rash can consequently cause patient to be wrongly labeled as penicillin allergic. اوكي، فاذا الكيس مش معروف بالضبط هل هو بكتيريا ولا لا، ما بيصير نعطي امبسيلين او اموكسيسيلين، لانهم بيعملوا اساسا ماكيو بابيولار راش، فبنعرفش هل هو عنده حساسيه ولا من الاموكسيسيلين والامبسيلين. طيب، الحل
Erythromycin is a suitable alternative to penicillin for treatment of sore throat. لكن من يوم من 5 إلى 10 أيام is recommended. طيب نشوف رقم السؤال الرابع. What is the oral bioavailability of penicillin V and what is the impact of administration with food? هذا زي ما أخذنا إحنا بالدراسة تبعتنا إنه البيوافيلابيليتي اوف بنسلين في فلوينج اورال ادمنستريشن 25 إلى 60%. بنسلين في شود بي ادمنسترد اور بيفور فود لانه بتاثر امتصاصه بوجود الاكل. نشوف السؤال اللي بعديه. What are the storage condition and shelf life of penicillin V oral solution؟ تمام. هلا البنسلين في Once constructed with water, متى ما حلينا البودرة بالمية, penicillin V oral solution becomes susceptible to degradation by hydrolysis وبالتالي بيخرب. And should be stored in refrigerator to be used within 7 days. تمام. البنسلين حالة خاصة كتير susceptible للdegradation, بدك تحله بدك تخليه في التلاجة. If not refrigerated, تمام, as much as 10% of active ingredient will be degraded within 24 ساعة. خلال يوم بيفقد 10% من مفعوله. Preservatives such as sodium benzoate may be included in the formulation, وبالتالي a second bottle should be supplied as dry powder with the reconstruction, إنه أنت ترد تحلها إذا إيش بعد 10 أيام تحلها علشان تكفي الفترة المطلوبة. ماشي الحال. فزي ما اتفقنا إذا البنسلين في كتير سسيتبل للديجريديشن, لازم السسبنشن تحطه في التلاجة. ما حطيته في التلاجة رح يفقد جزء من مفعوله 10% كل 24 ساعة. طيب نيجي نشوف السؤال الأخير. What are the disadvantages of prescribing antibiotic for sore throat? ماشي, إيش هي الأعراض الجانبية لأنه تستخدم antibiotic للسور throat؟ هلأ Approximately a third of patients who attend GP, General Physician, الطبيب العام, with sore throat won't or accept a prescription of antibiotic. ماشي, عادة اللي بيروحوا للدكتور بدهم مضاد حيوي. هلأ عندي الأجانب عندهم أنهم يصرفوا المضاد الحيوي بيغلبوك كتير, يعني ما بصير تفوت على الصيدلية وتاخد مضاد حيوي على كيفك, لازم دكتور اللي يصرف لك إياه. يعني تحس زيه زي المخدرات, بجوز تاخد مخدرات أسهل ما تاخد مضاد حيوي. There is evidence to suggest that prescribing antibiotic increase reattendance rate for further episode of sore throat and exposes patient to side effect. ماشي الحال. طيب indiscriminate use of antibiotic also increase the antibiotic resistance, وهذا اللي احنا بنأكد عليه انه بصير ناخذ antibiotic عمال على بطال عشان ما يزيد الريزيستنس. طيب في سؤال اخير هون مذكور. How should this patient mother be counseled regarding the symptom relief? تمام, علشان انت تطمنها وتقولها انه هل هو رح يضلوا هيك يعاني ولا لا. The patient mother should be reassured that majority of sore throat are caused by viral infection, يعني سواء اخذ دواء او ما اخذ دواء حيطيب لحاله. And that symptoms often resolve within 3 إلى 7 أيام. زي ما اتفقنا قلنا في نسبة من الناس بيطيبوا خلال 3 أيام, بس الأغلب خلال 7 أيام without antibiotics. تمام, بس قلنا ليش بنصرف الانتيبيوتيك؟ مش عشان بدنا نكبر البيعه, علشان ايش؟ نمنع الكومبليكيشنز. باراسيتامول اند ايبوبروفين, علشان انت تخفف من المشاكل اللي بيعاني منها المريض, اعطيه باراسيتامول او ايبوبروفين. ار ابروبريت اند افكتيف فور سيمتوماتيك ريليف. تمام, انت بتعالج بس اعراض عبين ما تعدي الفتره الزمنيه, يعني بتخفف من المعاناه تبعت المريض. Aspirin is contraindicated in children
under 16 زي ما قلنا في أدوية ما بزبط تعطيها للأطفال، يعني مش لأنه انعطى للأدلت بالجرعة الفلانية أنا بحسب الدوز للأطفال. أخذنا سيبروفلوكساسين ما بينعطى للأطفال، أسبرين ما بينعطى للأطفال تحت ال 16 due to the risk of Reye's syndrome. طب هو مكتوب عليه بيبي أسبرين، بيبي أسبرين لأنه جرعته 100 ميلي جرام، أوكي، لأنه أول ما طلع سموه بيبي أسبرين، لكن لما اكتشفوا أنه هو بيعمل للأطفال تحت ال 16 سنة اللي هو Reye's syndrome بطلوا يعطوه أو صار كونترا إنديكيتد تحت ال 16 سنة. طيب salted water غارغل غرغرة بمي وملح relieve pain in some patient. Number of over the counter products are available to relieve sore throat including lozenges such as strepsils. ماشي الحال، وبعضهم بينصحوا ب شو اسمه مخدر موضعي اللي فيه البنزكيين، ماشي، سبراي اللي احنا بيستخدموه ل وجع الاسنان، اوكي، برضه بيزبط في حالات الوجع الشديد عبين ما قلنا تعدي الفتره الزمنيه، اوكي، عبين ما يطيب الواحد من السور ثروت لحاله، اوكي. طيب نيجي الكيس الثانيه، وحده فاتت مسز سي بي 78 years old woman present at A&E. A&E يعني هو اللي هو accident and emergency، ماشي، يعني كيف emergency room بيسموها accident and emergency at 11 PM with a 3-day history of productive cough. إلها 3 أيام إيش عندها productive cough, fever, shortness of breath and pleuricity. تمام، هي حاسة زي مية في الصدر. Portable chest x-ray taken. تمام، in AE زي ما قلنا في هذه في الطوارئ shows consolidation in the right lower lobe of the lung. تمام، consolidation يعني في زي التهاب او مية على الرئة and she is admitted to the hospital. طيب دخلوها المستشفى. بعدين مسز سي بي از 162 سنتي و82 كيلو، يعني تعتبر اوبيز، از سموكر، مدخنة، ان هاز ميديكال هيستوري اوف اسكيميك هارت ديزيز، ماشي، عندها مشاكل في القلب. طيب she had a myocardial infarction، صار معها جلطة قبل 3 سنين previously and underwent coronary artery bypass grafting، عملوا ايش اللي هو اللي مسميها open heart surgery. her current medication include، شو بتاخد؟ تاخد اسبرين، سيمفاستاتين للدهنيات، اتينولول للضغط، ريمابريل للضغط، فيريزمايد، موديربول، امبلوديبين بيشتغل اكثر شغله، ايزوسوربايد، مونو نايتريت يوسع الاوعيه الدمويه، وفي عنا جليسيريل تراي نايتريت سابلينجوال. طيب ماشي الحال، ايش بدهم؟ السؤال الاول اللي بيسالوه how is the diagnosis of pneumonia made and how is the severity of illness assessed. تمام، كونه هي اساسا هي اوريدي عندها مشاكل في القلب، اوكي، وصار معها التهاب رئوي، انا كيف عرفت انه صار معها التهاب رئوي؟ الشورتنس اوف بريث. تمام، الشورتنس اوف بريث هو اهم، الكف والشورتنس اوف بريث اهم شغله بتدلنا على مشاكل الرئتين. طبعا مشاكل الرئتين والقلب عاده بيترافقوا مع بعض لانه التو سيستمز مفتوحين على بعض، اوكي، يعني اللي عنده مشاكل في القلب تنعكس على مشاكل في الجهاز التنفسي والعكس بالعكس. تمام، فما بالك هي صار معها التهاب رئوي، كيف عرفنا انه صار معها التهاب رئوي؟ نشوف كيف. Community acquired pneumonia in hospital is defined as symptoms and signs consist with an acute lower respiratory tract infection associated with X-ray shadowing. تمام، انت لما بتعمل X-ray وبيظهر زي ما قلنا consolidation أو shadowing في X-ray معناته انه هي عندها بالإضافة للحرارة والأحة، فمعناته هي عندها ايش التهاب رئوي. يعني إذا شكينا في
في التهاب رئوي بنعمل على طول chest x-ray، هي بتعطي الدليل القاطع. اوكي، يعني الدكتور من الاعراض بيقدر يحدد انه هو نمونيا ولا لا، لكن اللي بيعطي صوره او بيعطي نتيجه قطعيه اللي هو chest x-ray. طبعا النمونيا شيء خطير كتير. نشوف السؤال الثاني. What are the possible interpretation of this microbiology result؟ ماشي، لو اخذنا منها عينه وفحصوها شو ممكن نلاقي؟ On the most common pneumonia pathogen strep pneumonia. ماشي، الستريبتوكوكس نيمونيا is a gram positive coccus. طيب غير الستريبتوكوكس نيمونيا مين ممكن يعمل؟ بكتيريميا، يعني البكتيريا منتشرة في الدم. بكتيريا in blood is associated with high mortality، بيموت. تمام، فالنيمونيا مرض خطير جدا، قد يؤدي إلى الوفاة، خاصة مع عمر كبير ومشاكل في جهاز القلب. And should prompt urgent initiation of appropriate antibiotic therapy. تمام، فإذا لما بيوصل الواحد لا النيمونيا شيء خطر جدا، حتى علاجها متعب شوية. فإذا لما بيكون عند المريض فلونزا أو التهاب في الحلق، ما بصير تصبر عبين ما يوصل لبرونكايتس، التهاب قصبات، إذا استنينا عليه كمان شوية بينزل لتحت وبصير نيمونيا. فبالتالي لازم الواحد يتعالج من البداية علشان ما يصير عنده نيمونيا، لأنه النيمونيا is life threatening condition، تمام، تؤدي إلى الوفاة. طيب نشوف السلايد بعده. What are the important pathogens and appropriate treatment option for severe community acquired pneumonia؟ تمام، نشوف عنا. No organism is isolated in over 30% of cases. طب ممكن viruses يعملوا؟ viruses are isolated in approximately 13% of patients. يعني 30% من المرضى ما بيكون عندهم microorganism، 13% بيكون عندهم virus. تمام، وإذا كان من الباقي اللي عندهم بكتيريا of the bacterial pathogen associated with community acquired pneumonia streptococcus pneumonia is the most important. تمام، عادة الستريب نيمونيا بتشكل 40% من الحالات. typically عادة الستريب نيمونيا sensitive to benzyl penicillin and cephalosporin. طيب ممتاز، so called atypical، في نوع من الميكروبات بتسبب نيمونيا اسمها atypical bacteria، so called atypical bacteria such as chlamydia pneumonia. وبالمحاضرة الماضية أو اللي قبليها في حدا سألني عن ال atypical bacteria، قالوا لي يعني إيش هي atypical bacteria؟ بتذكرش أنا جاوبته كان على الخاص ولا على الجروب تبعكم. الـ atypical bacteria ما بتقبل تنسبغ لا بجرام بوزيتيف ولا بجرام نيجاتيف، تمام، أو بيكون حجمها صغير كتير فبتحاول تقلد الفيروسات. فمن ضمن الـ atypical bacteria chlamydia pneumonia ومايكوبلازما نيمونيا are the next most important group of community acquired pneumonia pathogens. يبقى اللي بيسبب لي النيمونيا يا فيروس يا ستريب نيمونيا أو كلاميديا نيمونيا أو مايكوبلازما نيمونيا. طيب atypical bacteria are not sensitive to beta lactam antibiotic، يبقى لا حيزبط البنسلين ولا السيفالوسبورين. لكن ليش حكيناهم بالأول؟ لأنهم بيزبطوا لستريبتوكوكس نيمونيا. أوكي، and the treatment of choice is macrolides. تمام، إذا كانت atypical فالتريتمنت of choice is macrolide مثل الإريثروميسين. Other less common pathogen include، إلا إذا ما كانت الاتيبيكال ممكن تكون ستافيلوكوكس أوريوس هيموفيلس إنفلونزا، وهدولي جرام نيجاتيف رودز فروم أو جرام نيجاتيف رودز فروم the جي آي تراكت. تمام، فإذا في ممكن صفى معانا أكثر من نوع من المايكرو أورجانيزم، بس الأغلب اللي حكيناهم بالسطر الثالث اللي هي الستريب نيمونيا. طيب In severe community acquired pneumonia these pathogen must also be covered. تمام، إذا إحنا طبعا الإنفلونزا لما بتصير موسمية بيصيروا بعد فترة بيتوقعوا الأطباء إيش الميكروبات اللي موجودة عادة أو اللي بتعملنا مشاكل هلأ. فمش شرط كل واحد بيجي عند الدكتور بياخد منه عينة عشان يفحص له الميكروب. In severe community acquired pneumonia these pathogen must also be covered to high risk mortality. Hence the use of broad spectrum cephalosporin أو كو أموكسيكلاف هو الحل. إذن بالبداية قلنا إذا كانت ستريبتوكوكس
ستريب نمونيا بتستخدم بنسلين او سيفالوسبورين. اذا كانت اي تيبيكال بكتيريا ما حيزبطوا معها لازم تستخدم الماكرولايد. تمام، في الحالات اللي بنتوقع منها خطوره عاليه كتير، تمام، عاده بيستخدموا برود سبيكتروم سيفالوسبورين او الكو اموكسيكلاف. For severe hospital treated community acquired pneumonia, IV treatment with broad spectrum beta lactam such as coamoxiclav or second or third generation cephalosporine. In addition, macrolides such as erythromycin or clarithromycin should be added. يعني بنعطي دوايين مع بعض to cover atypical bacteria. For patient with history of penicillin or cephalosporine allergy, ما بيزبط تعطي بيتا لاكتام. Expert advice should be sought for clinical microbiologist. ساعتها بدنا نعمل له زراعة. Neuroquinolone antibiotics such as levofloxacin moxifloxacin are possible options. وطبعا هم إذا كان في عنا الواحد عنده نيمونيا وعنده حساسية من البنسلينات، قلنا ممكن نعطي الإريثروميسين اللي حيزبطوا للإيتيبيكال، أو زي ما أخذنا السكند جينيريشن كوينولونز اللي هم الفلورو كوينولونز اللي منهم ليفوفلوكساسين، أو الفورث جينيريشن موكسيفلوكساسين اللي هو أفضل واحد لعلاج النيمونيا لأنه بغطي أنواع كتير من طيب السؤال الرابع بيقول outline pharmaceutical care plan for patient with severe community acquired pneumonia including advice to the clinician. هلا انت ايش بدنا نعطي المريض، شو بننصح؟ For severe pneumonia the dose of ceftriaxone 2 gram once daily and no dose adjustment is required in moderate renal impairment. تمام، اذا ceftriaxone 2 gram في اليوم. IV therapy is indicated for in severe or life threatening infection or where there are concerns about absorption or oral therapy. طيب ماشي الحال، قلنا وعادة بيضلوا على الاي في فترة، تحسن وضعه بيحطوه على الاورال وبيطلعوه من المستشفى. الاريثروميسين في عنا قلنا احنا بدنا نستخدم اريثروميسين اذا كان عنده اتيبيكال بكتيريا، لكن في عنا مشكلة هون. اريثروميسين should be administered slowly إذا بدنا نعطي IV and at an appropriate dilution to avoid thrombophlebitis and risk of prolonged QT interval لأنه حيأثر لي على عمل القلب. Erythromycin is an inhibitor of cytochrome B450. هلا عنا أي دواء بيأثر على cytochrome B450 حيعمل لنا مشاكل للإلا الأدوية اللي بتنهضم على نفس الإنزيم. تمام، inhibitor للcytochrome B450 يعني أي دواء بتعطيه بينهضم على نفس الإنزيم هذا رح يتراكم في الجسم، وبالتالي concomitant administration with simvastatin لأنه بينهضم على نفس الإنزيم بالتالي is not recommended. فبدك تعطي erythromycin بدك توقف السيمفاستاتين اللي هو السيمفاستاتين بينعطى للأثيروسكلوروسيس، وزي ما شفنا هي شوية أوبيز وعندها أثيروسكلوروسيس وعندها مشاكل في الشرايين، فبالتالي هي باستمرار بتاخد سيمفاستاتين. بدك تعطي إريثروميسين بتوقف سيمفاستاتين. طيب السؤال الخامس، What are the goals of therapy in community acquired pneumonia? The primary goal in community acquired pneumonia is to reduce mortality. زي ما قلنا النيمونيا شيء خطر جدا، ما تعالج المريض بيموت، وحتى علاجه في المستشفى صعب كتير إذا أو يعني بده وقت، بده يقعد في المستشفى على الأقل أسبوعين. The secondary goal is to ensure prompt clinical response and symptoms resolution with minimum risk of recurrence at an acceptable risk of treatment of adverse effect. فإحنا كيف بدي أعرف إنه هو تحسن أو ما تحسن؟ بيتابعوا الهارت ريت، الريسبيرتوري ريت، الأكسجين تبع الدم، فحص الدم. Other goals include reducing unnecessary disturbance of the patient normal flora, the associated risk of super infection with resistant pathogen such as Clostridium difficile. تمام، هنا بيظهر عنا قلنا اللي هي السوبر انفكشن ونخربش النورمال فلورا، فبالتالي احنا ما بدنا نعطي انتيبيوتيك لفترة اطول من اللازم. اوكي،
طيب السؤال السادس، how should therapy be monitored؟ كيف بدي أعرف إنه أموره تمام ولا مش تمام؟ The patient vital sign provide a more sensitive indicator of response to the therapy. الأمور الـ vital signs كويسة بتقوم تكون الأمور كويسة، مش كويسة معناته العلاج مش صابط. إيش هم الـ vital signs اللي بيتبعوا لنا إياهم؟ الـ heart rate والـ respiratory rate، الـ oxygenation، blood pressure، temperature should be confirmed. Laboratory marks infection مثل CRP. CRP هذا يعني فحص بيعملوه للدم بيعرفوا إنه إذا الجسم فيه inflammation. تمام، وال complete blood count should be monitored to ensure normalization. Failure to improve may indicate incorrect diagnosis. تمام، ما تحسنوا الفيتال ساين معناته الدايجنوزس كان غلط، او في عنا resistant pathogen فساعتها بدنا نعمل فحوصات اكثر او نغير ايش شو اسمه المضاد الحيوي. اوكي، السؤال السابع بيقول what are the prognosis. prognosis يعني تبعات الموضوع and hospital communication للcommunity acquired pneumonia. يعني ممكن يطيب ممكن يموت. ايش هذا بسموه prognosis. mortality rate for adult patient hospitalized with community acquired pneumonia ranging من 6-12%. ماشي الحال، يعني اللي بيوصل المستشفى على اساس مع نيمونيا 6-12% mortality بيموتوا. تمام، إذا وصل غرفة الإنعاش mortality increased to over 50% in patient admitted to the intensive care unit. إذا وصل غرفة الإنعاش معناته وضعه خطير جدا، 50% منهم بيموتوا. شوفوا لي آخر سطرين، metastatic infection such as meningitis ممكن إذا يفلت الميكروب من منطقة الرئة ويروح يعمل عنا التهابات في مناطق تانية such as meningitis, peritonitis, endocarditis and septic arthritis can occasionally develop. بس ممكن يصير، لذلك إيش النيمونيا شيء خطر جدا. What are the relevant social pharmacy issues in this case؟ انت وظيفتك شو تنصح؟ Patient at high risk of mortality from pneumonia should be offered influenza vaccine. تمام، الناس الكبار في السن، الأطفال اللي بيصير عندهم التهابات متكررة، الناس اللي بياخدوا أدوية مناعية، هدول at high risk of pneumonia، فبالتالي لازم ياخدوا إنفلونزا فاكسين. فأنت لازم تنصح خاصة في موسم التطعيم للإنفلونزا فاكسين اللي هو عادة بيكون بشهر 10. تمام، بالإضافة smoking is an important risk factor للست هاي اللي كنا بنحكي عنها في الكيس هاي and should be offered advice on smoking cessation. لازم هي توقف التدخين لأنه بفاقم المشكلة. ركزت لكم أنا على الإنفلونزا والالتهاب الرئوي لأنه الإنفلونزا متعرض لها كتير في الصيدلية، كتير بيجوا منا بالصيدلية بيطلبوا منا دواء، وبدك تفرق بينها وبين النيمونيا. النيمونيا لازم يدخل مستشفى أو المضاد الحيوي اللي بده ياخده رح يكون كتير كتير غير اللي بياخدوه بالإنفلونزا. علشان هلا بتسمعوا كمان قصص كتير عشان كورونا فيروس، فمشان هيك حبيت أركز لكم إياهم على الموضوع هذا. طبعا كمان في كيسز على اليوتي آي والمنينجايتس، بس يعني المنينجايتس أنتم ما حتتعرضوا لها. تمام، وطولنا عليكم اليوم بس عشان الكيسز هدولي كانوا طوال شوي عشان احنا بنشرحهم بالتفصيل، لكن انت في الامتحان بيجيك مثلا كيس تبعت التهاب حرق، شو بدك تعطيها؟ بيكون عندك خيارات تختار واحد منهم. كيس تبع نيمونيا شو بيزبط لها؟ ماشي الحال، بجوز نقول لك مثلا شو الميكروب تبعها، فبتختار واحد من اللي موجودين. تكون ابسط من هيك بس هنا في المحاضرة عشان نشرح لكم الموضوع بشكل مفصل. يعطيكم العافية.